عرض الثالثة الإخباري من تلفزيون الساحل في نواكشوط. السلام عليكم. أعلن المجلس الدستوري في بيان أصدره اليوم أنه يحق لكل مترشح الاعتراض أمام المجلس على اللائحة المؤقتة للمترشحين خلال اليومين المقبلين طبقا لمواد القانون المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 من يونيو المقبل. وحسب البيان فإن اللائحة المؤقتة تضم 6 مترشحين للمنصب الرئاسي جاء ترتيبهم حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس، وعلى رأس اللائحة جاء اسم محمد شيخ محمد أحمد للشيخ الغزواني في المقدمة، ثم سيدي محمد أبو بكر سالف، وبعده برام ولده العبيد، ثم محمد سيدي مولود ومحمد لمين المرتجى الوافي، وأخيرا كان حمد بابا. وكانت المهلة المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية قد انتهت منتصف الليل البارحة، وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمترشحين في 22 مايو الجاري بعد استيفاء الطعون على اللائحة المؤقتة. ساعات وتوصد أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا. حتى اللحظة 6 مترشحين باتوا على وشك استلام أوصال قبول الترشح، 3 منهم يخوضون غمار التجربة لأول مرة، وهم محمد الغزواني وسيد محمد المبكر ومحمد لمين الوافي، و3 سبقوا وأن سلكوا الطريق إلى القصر الرمادي ولم يصلوا، وهم محمد المولود وبرام الداه العبيدي وكان حميد بابا. تغلق ملفات الترشح في وجه مترشحين نووا الترشح وقد تكتب لهم نياتهم فقط، فهم لم يستطيعوا الحصول على التزكية المتمثلة في 100 مستشار بلدي و5 عمد. وتخلو قائمة المترشحين هذه المرة من العنصر النسوي الذي كان يزينها في المرات الماضية. فأين سيذهب أولئك الذين كانوا على استعداد الترشح؟ وهل سيعقدون تحالفات سياسية تبقي لهم شيئا من وزنهم السياسي؟ وإن لم يحصل مترشح آخر على التزكية فقد يفوته قطار الترشح الذي من المنتظر أن يطلقه المجلس الدستوري الخميس القادم بإعلان اللائحة المؤقتة المترشحين على أن تعلن اللائحة النهائية في 22 من مايو الجاري. وكانت الرئاسيات الموريتانية كثيرا ما تعرف غزارة في عدد المترشحين لها. محمد عمر بلول، الساحل تي في نواكشوط. والسلام. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام إن مجانية التعليم بالشكل الذي توجد به في موريتانيا لا توجد في أي بلد في العالم. وفي رده على أسئلة شفوية لبعض النواب في البرلمان خلال جلسة علنية عقدوها، أضاف والسالم أن السفارات في البلدان التي يوجد بها طلاب موريتانيون قد حصلت على منحهم المالية من الآن وحتى شهر سبتمبر المقبل. من الساعة اللي جينا في الوزارة ما قد تخلق أي تأخر، نقول ما قد تخلق أي تأخر. نقدر نعطي طريق حالة كل الدفعات اللي تعدل للسفارة للمستشارين الثقافيين من 2015 إلى 2019 فاتوا شهر ما في تلميذي متأخر عنده. اليوم الدفعة اللي تخلص 6 شهر من هون إلى سبتمبر ما فيه سفارة في موريتانيا عندها طلاب ما فات جارة تفاضلتهم من هون إلى سبتمبر. أما جانية التعليم اليوم الخارج موريتانيا ما يخالق ماني عالم في دولة في مجال التعليم كثير عندنا نحن. من الدول الأغنياء الإمارات وقطر دي دول الأغنياء التعليم فيها يخلص. إحنا رسوم تسجيل الطالب 200 وقية إن نعود ممنوح 600 وقية. الوزير قال إن كلية العلوم القانونية والاقتصادية ستنتقل إلى مقرها الجديد في السنة المقبلة، وأن الحي الجامعي الذي يستوعب أكثر من 2450 طالباً قد انتهت أشغال بنائه، مؤكداً في سياق آخر أن متطلبات التنمية تستدعي توجيه 70% من الطلاب نحو مجالات التكنولوجيا والابتكار. انفتحوا أقسام تمهيدية للمدارس المهندسين، هي سي هي بلا بركة، هي ما ندورنا من سي، هي ما ندورنا نوجه طلابنا للتعليم العلمي والتكنولوجيا والابتكار. هذا هدف اليوم إفريقي والهدف عالمي. الأهداف أعلن متطلبات الاقتصاد متطلبات التنمية المستدامة تطلب على نعود عندنا 70% من طلابنا في الحقل العلمي والتكنولوجي لأنه هو فيه رافع التنمية.
على حساب طبعا الشعب الإدارية والأدبية والكذا، يعني تنتقص إلى اليوم في إفريقيا، وهذه من شواهد الدول النامية، على 70% من طلابها في الآداب وفي القانون وفي الإدارة. منين هو الإنتاج؟ وكانت النائبة زينب بنت تقي قد وجهت سؤالا شفهيا للوزير حول واقع التعليم العالي في البلد والآلية المتبعة في مجال إيصال المنح للطلاب في الخارج. السيد الوزير، موريتانيا فيها مجموعة من أولادها الدكاترة المتميزين اللي انتم منهم، لكان ما خالق هذه المنح وكانوا خالقين داخليات وسكن، ما تعودوا وصلتوا لهذا اللي وصلتوا، معناها عن هذه الناس، هذه المهم الفقراء والمهمشين، ورغم عن أولاد موريتانيا كاملين قاعد بمستوياتهم المادية كاملة لا يستحقوا على الدولة، اللي دولة نامية وهشة أعلنها تدعمهم كاملين ولقد تعدلهم الدعم تعدلوا. وافقت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم على تخصيص مبلغ 600 مليون أوقية جديدة للغلاف الاجتماعي خلال العام الجاري. جاءت موافقة سنيم على تقديم المبلغ خلال المفاوضات الجارية حالياً بينها ومناديب العمال حول العريضة المطلبية تقدموا بها للشركة، وما زالت المفاوضات بين الشركة والمناديب متواصلة حول بقية النقاط الأخرى عدا الاتفاق حول المبلغ المخصص للغلاف الاجتماعي. وكانت الشركة قد دعت مناديب العمال للدخول معها في مفاوضات حول عريضتهم المطلبية بعد أيام من إيداعهم إشعاراً لدى مصلحة المصادر البشرية بالشركة بإضراب عن العمل يعتزم العمال الدخول فيه بعد 10 أيام إذا لم يتم إيجاد حل مرضي للأزمة الحالية. نظم عدد من عمال مكتب تشغيل اليد العاملة بميناء نواكشوط وقفة احتجاجية أمام البرلمان. مجموعة العمال التي يبلغ عددها 76 عاملاً تطالب إدارة الميناء بصرف مستحقاتها المتأخرة. عن الرعي العام والبرلمان والهيئات المدنية وأهل التشريع والناس أهل الحقوق وأهل الدمير، عنا تعلم أن عمالنا خدموا من 72 ما قطع عندنا موتف للدولة، لا يتسجلوا علينا والله تلاحظ علينا إمام القرد ولا البيت. احنا عمال بور، إن قالنا دكار بروفيسونال، أنا رقمي في دكار بروفيسونال 149، وجبرنا عدلتنا الإدارة اللي شارفة علينا هذا الكشف اللي هو اللي فيه مبالغ مالي، إنه هو حساباتنا كنا داروا في لبنتو، وتمينا لنا عاد الشهر الثالث 2018 وافتصلنا عن العمل فصل، نقول احنا نقولوا عنه تأسفي به اللي ما ورايا معانا ولا علمنا به ولا شيء، ما احنا شوابين لاحقتنا رتلت إفادتنا قاعد لافنا تقاعدوا، الحمد لله اللي خدمنا في ذم الوطن كامل وجبرنا تقاعد وعاد عندنا رتلت، هذا هو زين. ذلك اللي ندوره ذا اللي ما بقى من حقوقنا، الفتنة رأيناه ذا اللي باقي لنا هو اللي نختاره ويسدد لنا بصفة موجزة. خلدت رابطة القابلات الموريتانيات بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليوم العالمي للقابلة، وذلك تحت شعار القابلات مدافعات عن حقوق النساء. وتضمنت فعاليات تخليد هذا اليوم تنظيم أيام مجانية خصصت للتوعية الصحية والاستشارات وتوزيع الأدوية والكشف عن سرطان الرحم عند النساء ومعاينة الأطفال في المراكز الصحية. إلى أجواء رمضان، حيث استفادت 160 أسرة في العاصمة نواكشوط من توزيع سلات غذائية ومساعدات اجتماعية بمناسبة شهر رمضان. التوزيعات نظمت من طرف جمعية داوو مرضاكم بالصدقة الخيرية، على أن تستمر هذه التوزيعات طيلة الشهر الكريم. تم توزيع حقائب رمضانية التابعة لجمعية داوو مرضاكم بالصدقة، تم الحمد لله توزيع 100 حقيبة بين الأسر الأيتام والضعاف وأسر المرضى اللي عندنا. هذه الخطة جديدة علينا الحمد لله السنة، لما توزيع حضر بهم المرضى الجمعية اللي عندنا اللي موفرة لهم العلاج، موفرة لهم شراء الأدوية أمراض مزمنة كل شهر. تم الحمد لله توزيع لهم
الحقائب الرمضانيه للسنه، وما زالت الجمعيه فاتحه باب التبرع لحد كامل يبقى يعدلوا له الحقائب، مازلنا فاتحه للمجال طيله شهر رمضان الكريم ان شاء الله. ودائما في اجواء رمضان حيث تشهد اسواق الخضار بالعاصمه نواكشوط اقبالا كبيرا مع الايام الاولى للشهر الكريم، وسط حديث الزبناء عن ارتفاع في اسعار يعتبرها التجار في المتناول. عبد الله الناهي والتفاصيل. هنا سوق الخضروات بالعاصمه نواكشوط وقد اخذت كامل استعدادها لشهر رمضان الكريم عبر عرض مختلف أنواع الخضروات، وإن كانت الأسعار مثار حديث متجدد لدى الزبناء. كل شيء واعر تتشير رينا وينين خضرة كامل واعر ما في أي شيء ما فر واعر فر بوم دو تير واعر لبصل كاروت أوبرجين ما شفنا شيء وينين هون مقارنة باللي كان سابق رمضان سابق رمضان كان ما كان وارقة جات رمضان وي مزاد. التجار في هذه الأسواق يتحدثون عن أسعار في متناول الجميع ويؤكدون أن الإقبال الذي تحظى به بضاعتهم خلال الشهر الكريم لا يقابله ارتفاع في أسعارها، ويتحدثون عن مشاكل تعيق حركة البيع والشراء. واعرة ساعة واعرة وساعة هينة إنين جاء رمضان هجنة هجنة ناس جاية تشريها بعض الحين تجي الناس قاعدين إحنا هنا شافرين صيغة قاعد جينا الناس فيها صيغة جينا الناس فيها معنا شافرينها ناس تجي الدور تشري قاعدين إحنا مصيع شت هذا العالم كامل مكفط اليوم ترايفين الكامل كهون كان مشهور كامل مكفط وأنا جاوني وقلت له علي ما نقدر نكفط. حركة البيع والشراء في أسواق الخضروات بالعاصمة نواكشوط تشهد ارتفاعا كبيرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، لكن الأسعار تثير الكثير من الجدل بين بائع يرى أنها في المتناول والزبون يرى أن الباعة يرفعون الأسعار كلما زاد الإقبال على بضاعتهم. تعهد قائد عمليات المنطقة الغربية للجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر تعهد بالحفاظ على أمن الطيار المحتجز لدى كتيبته الطيار الأجنبي جيمي ريس البرتغالي الجنسية تم القبض عليه بعد إسقاط طائرته الحربية في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس. قوات حفتر اتهمت حكومة الوفاق الوطني بتجنيد الطيار كمرتزق لقصف الليبيين مقابل المال، وكانت القوات الجوية البرتغالية قد نفت أن تكون قد شاركت بطائرات قتالية في البحر المتوسط ضمن عملية صوفيا الخاصة بمكافحة الهجرة، وأن مشاركتها تقتصر على طاقم بطائرات بحث ومراقبة فقط. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دعم أكبر من قبل المنظمة الدولية لقوة مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس المشتركة. وقال غوتيريش في تقرير مرسل إلى مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع إن القوة المشتركة ليس بمقدورها وحدها تأمين منطقة الساحل الأفريقي، وأضاف غوتيريش أن تفعيلا كاملا للقوة المشتركة مجموعة الخمس لن يكون ممكنا إلا إذا حصلت على دعم ثابت ومنتظم، وجدد في هذا الصدد طلبه بأن تستفيد المجموعة من موارد مالية من طرف الأمم المتحدة برغم معارضة الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، وبأن تحصل على تفويض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حددت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم 20 مايو الجاري موعدا للكشف عن قائمة اللاعبين المدعوين للمنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، وستشارك موريتانيا لأول مرة في تاريخها في كأس إفريقيا للأمم المزمع إجراؤها في مصر يونيو القادم، حيث ستلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وأنغولا ومالي، وسيلعب المرابطون مباراتهم الأولى ضد مالي في 24 يونيو، بينما سيخوضون مباراتهم الثالثة ضد أنغولا في 29 من ذات الشهر، أما مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات فستكون ضد المنتخب التونسي في 2 يوليو. نهاية أخبار الثالثة، إلى اللقاء بحول الله.